ايها المحقق المجاهد في سبيل العلم بعد ان وقفت على المرحله الاولى من مراحل التحقيق وهي مرحله الاعداد يطيب لنا ان نبين لك وان نضع بين يديك المرحله الثانيه من مراحل التحقيق وهي مرحله التحقيق العملي وكما قلنا فلكل مرحله خطواتها فهنا كذلك المرحلة العملية للتحقيق لها خطوات، من أهم خطواتها وفي مقدمتها الحصول على المخطوط، فإذا حددت أماكن وجود المخطوطة في مكتبات العالم، عليك أن تسعى للحصول عليها بوسائل خمس، إن هذه الوسائل ضرورة، وهي تسهل لك الحصول على المخطوط، منها التوجه للمكتبة شخصيا بذاتك. وتقدم طلبا للحصول عليها ايضا عن طريق المراسله البريديه وتوكيل شخص بالمهمه ان كنت في بلد بعيد عن مكان المخطوط ولك شخص تعرفه فلك ان توكله بتلك المهمه ليحضر لك المخطوط ايضا من تلك الوسائل وسيله التلفاكس وهي ضروره ومسهله وأخيراً من تلك الوسائل وسيلة البريد الإلكتروني. بهذه الوسائل الخمس تكون عزيزي الباحث قد وقفت على المخطوط ليشد كذلك إلى المرحلة التالية. فبعد أن حصلت على المخطوط وجب عليك أن تنتقل إلى الخطوة التالية من خطوات التحقيق العملي وهي خطوة توثيق نسبة الكتاب المحقق إلى المؤلف. كثير من المخطوطات او كثيره هي المخطوطات التي تنتسب الى غير مؤلفيها وذلك لاسباب عده منها الغايه التجاريه او النفسيه وايضا الجهل او الغفله عند توثيق المخطوط او نسخه من اماكن كثيره الى غير ذلك من الوسائل التي توقع في محظور نسبة المخطوط إلى غير مؤلفه أيضا سقوط اسم المؤلف من أول الكتاب عندما يسقط العنوان أو تحذف الصفحة الأولى وتضيع مع عواد الزمن يضيع معها اسم المؤلف إن محو العنوان دائما دائما يتبعه محو النسبه الى المؤلف وكذلك ربما يكون من بين اسباب محو اسم المؤلف الحقيقي الاصيل فعله مقصوده غير طبيعيه كحذف المؤلف اسم المؤلف او وضع اسم اخر ايضا لغايه تجاريه. ايضا من بين اسباب نسبه المخطوط الى غير مؤلفه خطا المفهرسين للمكتبات. كثيرا ما يقعون في ذلك وعندئذ ينسب المخطوط الى غير مؤلفه. ما العوامل المساعده على توثيق نسبه المخطوط لمؤلفه؟ ياتي الجواب سريعا للتاكد من صحه نسبه الكتاب يسلك الباحث طريقتين اساسيتين احداهما قراءه نص الكتاب ففي قراءه النص ربما يحصل الباحث على مرغوبه وعلى غايته فيصل الى اسم المؤلف الحقيقي. فقد يعثر على ما يهديه الى اسم المؤلف وقرينه او قرينه تؤكد نفي اسم الكتاب الى صاحب الاسم المذكور عليه، يعني ربما يجد قرينه تعينه على التحقيق العلمي لتوثيق نسبه المخطوط الى مؤلفه. من امثله ذلك ما جاء في كتاب تنبيه الملوك والمكايد. وهذا الكتاب قد نسب الى الجاحظ المعروف المتوفى سنة 255 هجري وهذا الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 2345 ادب درسه الاستاذ الراحل المحقق الدقيق عبد السلام هارون رحمه الله دراسه فاحصه خلص منها الى ان هذا الكتاب ليس منسوبا الى الجاحظ وانما منسوب الى غيره حيث قال اي المرحوم عبد السلام هارون انك تجد من ابوابه اي ابواب المخطوط باب نكت مكايد كافور الاخشيدي ومكيده توزون بالمتقي بالله اسماء وردت ومواقف حصلت في هذا المخطوط استطاع الشيخ عبد السلام هارون ان يصل منها الى النسبه الحقيقيه للمؤلف يقول كافور الاخشيدي هذا كان يعيش بين سنتي 292 و357 هجري والمتقي لله كان يعيش بين سنتي 297 و357 انظر إنها الماحة دقيقة من باحث محقق أكد على أن تاريخ وفاة الجاحظ كانت قبل هذه السنين بعشرات ومن هنا نستطيع أن نقول إن القراءة الفاحصة لنص الكتاب ربما تحمل بين يدي القارئ أملاً وتنير له الطريق فيصل إلى نسبة الكتاب إلى صاحبه الحقيقي. كذلك للتأكد من صحة نسبة الكتاب يسلك الباحث طريقتين عرفنا الأولى والثانية هي الرجوع إلى المصادر. إن الرجوع إلى المصادر يؤكد على نسبة الكتاب إلى مؤلفه أو تصحيحها وهي على أربعة أنواع أي المصادر أربعة أنواع. النوع الاول فهارس المؤلفين والكتب فبالعوده الى فهارس المؤلفين والكتب يستطيع ان يدرك الباحث نسبه الكتاب الى صاحبه ايضا معاجم الشيوخ والمشيخات ان المعاجم ربما يدرك فيها ايضا النسبه الحقيقي حيث يذكر بعضها الكتابه منسوبا الى مؤلف الحقيقي وهي بغيه المحقق ايضا كتب التراجم والطبقات هذه الكتب والترا... كتب التراجم التي دون فيها المؤلفون نسبة المؤلفات إلى أصحابها والمخطوطات إلى مؤلفيها الأصل كذلك من بين تلك الوسائل التي تعين الباحث على نسبة الكتاب إلى صاحبه أو الحصول على نسبة الكتاب إلى صاحبه الفهارس التي نتحدث عنها كثيرا في هذا المقرر فهارس المكتبات العامة والخاصة وهذه هي النهايه الحقيقيه للمرحله الثانيه المرحله العمليه للتحقيق هل هناك من خطوات ذاك ما سنتعرف عليه في الشرائح التاليه